طيب في الدرس اللي فات وصلنا ان احنا عملنا parallel corpus فيها الانجليش والعربي وعندنا كولوم تاني اسمه tokenized. احنا المرة دي عايزين نطلع ال POS ال parts of speech، نعمل توسيم نعرف اجزاء الكلام في الجزء الانجليش ونحطها في data frame لوحدها، وبعد كده نشوف ال verbs وال nouns ونجرب نعدهم نحطهم في كولوم لوحدهم يقول لي الفريكوانسي بتاعت الفيروس مثلا في كل كولوم منهم قد ايه. هنعمل ده ازاي؟ اول حاجه نعمل داتا فريم جديد مثلا نسميه انجلش، فانا هعمل انجلش هسميه انجلش اندرسكور دي اف داتا فريم انجلش لوحده، بعد كده بيبقى ايكوال البارلل كوربس بتاعي لكن دوت فلتر ان انا هاخد منه بعض الكولونز بس، بعد كده من فلتر بفتح براكتس وجوه البراكتس بكتب الايتيمز بتاعتي. الايتيمز بتاعتي هي هاخد فقط التوكنايزد، اعمل شيفت انتر، بعد كده اشوف الانجليش دي اف بتاعي بقى عندي داتا فريم جديد في التوكنايزد فقط. طيب عايز اعمل كولوم جديد، الكولوم الجديد ده يكون فيه البارتس اوف سبيتش، البارتس اوف سبيتش من ان ال تي كي. طيب عشان اعمل كولوم جديد لازم اكتب الاول اسم الداتا فريم بتاعي، وبعد كده اعمل ديكلير لاسم الكولوم الجديد. الكولوم الجديد ممكن اسميه مثلا بي او اس، خليه ابر كيس، بعد كده اعمل equal. طبعا ده string فكل واحد ليه كامل حرية ان هو يسمي، وكمان يقدر يحط spaces على عكس ال variable names ما اقدرش احط spaces، فممكن هنا مثلا احط underscore او اخلي دي capital مثلا، هيبقى بنفس ال data frame بتاعي. ال column اللي هشتغل عليه هو ال tokenized، ناخد بالنا ان الاسامي تكون بين ال string quotes. بعد كده هعمل dot apply، بعد كده من apply هخلي اسف هشيل ال quotes، هعمل ال function اللي هي nltk dot pos underscore tag. اللي مش عارفها ممكن يرجع للدورة بتاعت مقدمة معالجة اللغات. بعد كده اعمل shift enter، المفروض يطلع لي الكولوم الجديد، لكن برضو طلع لي error زي بتاع الدرس اللي فات ان في library محتاج اعمل لها download، فارجع تاني لأول سيل عندي اعمل shift enter و paste كده اعملها لي true. كان ممكن احطها في سيل تانية لوحدها لكن انا بس عايز الموضوع منظم شوية. بعد كده اعمل shift enter تاني الاوردر بتاعي او الكوماند واشوف الانجليش دي اف، كده بقى عندي انجليش دي اف tokenized. لو عايزين نشوف الفيربس او النونز او اي جزء من البارتس اوف سبيتش زي مثلا دي تي زي الفي بي زي الار بي، لو اي حاجه من دول عايز اشوفها واعرف عددها في كل جمله منهم في الكوربس بتاعي. لو عايزين مثلا نشوف الفيربس الاول ممكن نعمل فانكشن نسميها فيربس، والفانكشن دي بتاخد argument x، x ده هيريبريزنت الرو بتاعي، يعني ال x الفانكشن verbs دي زي ما عملنا apply word underscore tokenize هنعمل apply لverbs على كل الحاجات دي عشان عايز اعد الverbs بتاعتي. دلوقتي في حاجة عايز اشرحها، يعني مثلا let و vp دي اسمها tuple، تمام؟ let و vp يبقى اسمها tuple. فانا لما اجي اعمل for loop لما كنت بحط variable واحد بس عشان يدخل يدور على item item، هنا عندي اتنين items فهعمل اتنين variables. هنشوف الكلام ده ازاي. انا دلوقتي عايز الفانكشن بتاعتي تدخل جوه الرو، وبعد ما تدخل جوه الرو تدخل على اتنين variables الناحيتين بتوع التوبل التو items بتوع التوبل، وبعد كده يطلع لي منهم ال vp يطلع لي كل الverbs. هنعمل ده ازاي؟ فهعمل اول verbs او variables سميه verbs، يعني كان خليه verb عشان يفرق عن اسم الفانكشن. بعد كده ده هيكون equal list، الليست دي هيكون فيها ايه؟ هيكون فيها i اللي هي i دي بتريبريزنت الجزء الاول، بعد كده i for i و t مثلا variable تاني بيريبريزنت الجزء التاني، هو هيطلع لي الفيرب نفسه مش هيطلع لي الفي بي، فعشان كده حطيت i فقط. لو انا عايز يطلع لي الفي بي هحط العكس هخليها t for i t، تمام؟ in x، x دي بتريبريزنت الرو، if الشرط بتاعي هفتح string quotes واكتب vp، لو vp in t يعني لما يدخل يلاقي i و t هنا، اول ما يلاقي vp اول ما يلاقي t بتساوي vp يقوم مطلع لي let ويحطها في الليست بتاعتي، زي هنا كمان هيلاقي b فيحطها في نفس الليست برضو. بعد كده نحط condition نكتب if length بتاع الverb، لو الverb ده طلع فيه length او لو طلع مثلا اكبر من واحد او اقل من واحد، اقل من واحد يعني ملقاش حاجة، لو length بتاع الverb اقل من واحد هي return empty list، اوكي؟ else لو حاجة تانية هي return الverb اللي هو الvariable بتاعي اللي هي الليست بتاعتي، تمام؟ بعد كده اعمل shift enter، دي كده الفانكشن بتاعتي. باقي ان انا apply الفانكشن دي على الرو بتاع ال POS، فهعمل على الكولوم اسف بتاع ال POS، فباقي ان انا اعمل كولوم جديد مثلا اسميه verbs عشان يطلع لي فيها الverbs. اكتب اسم الداتا فريم بتاعي english underscore df، واكتب اسم الكولوم الجديد اللي هو هيكون verbs مثلا،
هيبقى equal English underscore df. هشتغل على أنهي كولون اللي هو ال POS. طبعا ال lower case وال upper case هنا يفرق. لو أنا كتبت POS كلها lower case وهو اسم الكولون حاجة تانية مش هيشتغل، لازم زي اسم الكولون بالظبط. عشان كده الناس ممكن تركز، يفضل تركز في أسامي الحاجات اللي بتكتبها وال upper case وال lower case وال underscores والحاجات دي. بعد كده dot apply. بعد كده من apply هعمل function lambda x. x دي هتبريزنت الرو بتاعي. بعد كده هابلاي عليها verbs الفانكشن بتاعتي اللي عملتها فوق، وبتاخد الارجيومنت بتاعها اللي هو x. اعمل shift enter. بعد كده اشوف الكولوم بتاعي english underscore df، هلاقي بقى فيه كولوم جديد. الكولوم الجديد ده بقى فيه الverbs اللي موجوده في كل رو فيهم. يعني انا الرو ده ما فيهوش فيرب خالص، فطلع لي امتي سترينج امتي ليست اسف، وبعد كده الباقي طلع لي كل الفيربس اللي جواه. الدرس الجاي ان شاء الله هنشوف العدد بتاع كل واحد فيهم وازاي اورجانيز الكلام ده كله، ازاي اعمل لهم اوردرنج اسندنج او ديسندنج.